ورحمة الله وبركاته. حبايبي في كل مكان، يا رب تكونوا بخير وأحسن حال. النهاردة كده زي ما واضح قدامكم، أنا جاية هعمل إن شاء الله معاكم مشروب مفيد جدا لحصوات الكلى، مفيد عموما لكل مشاكل الكلى. أنا الحمد لله والله جربته، يعني أنا جاية النهاردة أنقل تجربتي معاكم، مش حاجة كده هعملها وخلاص أو حاجة يعني مجربتهاش. الحمد لله انا يعني عملت المشروب ده واستمريت عليه، وكان الفضل من ربنا كبير انه ساعدني في نزول او التخلص من حصوات الكلى اللي عندي. بس حابة انصح بقى يعني اي حد عنده مشاكل في الكلى وكده، لما ربنا يكرمنا ونخف وربنا يعني ينعم علينا، ناخد بالنا شوية من صحتنا، ما نهملش يعني فيها وكده. يلا بينا بقى، مش هطول عليكم، وهنعمل مع بعض المشروب ده ونشوف هنعمله ازاي. اول حاجة انا بجيب الشعير بتاعي زي ما انتوا شايفين اهو كده. الشعير ده الاول ده زي ما انتوا شايفين قدامكم، زي ما هو واضح هنا في شعير اللي قدامكم ده فاتح، والتاني ده لونه يختلف شوية، لونه ذهبي شوية. هو بقى بنجيب الشعير بتاعنا بننضفه كويس، بننضفه عن طريق ايه؟ مثلا ان احنا هنحطه مثلا في مصفى وهنحركها كده ونهزه ونطلع فيه منه لو في اي اتربة او في اي حاجة. احنا هنغسله قبل ما نعمله، بس هنغسله امتى هنشوف مع بعض. بعدين هنروح نجيب الشعير بتاعنا بعد ما ننضفه، هنحطه مثلا في حاجة على النار لمدة 10 دقايق، وهيصبح لونه معانا زي ما انتوا شايفين بالشكل ده. احنا ممكن نغلي الشعير زي ما هو كده على طول، بس لو انت عملتيه بالطريقة دي او انتوا عملتوه بالطريقة دي هينزل كمية نشا كبيرة. احنا عايزين نحصل على كل الالياف اللي في الشعير، هي اللي هتفيدنا. انا هعمله قدامكم وهتشوفوه معايا. دلوقتي هجيب الطاسة بتاعتي او اي حاجة انت عايزة تدي للشعير فيها تحميصة، وتحطيها على النار من غير اي حاجة، من غير اي اضافة، وتفضلي تحركي كده في الشعير لمدة 10 دقايق بس، لحد ما اللون بتاعه يبقى ذهبي. خلاص كده هو قدامكم، انا ايه خدنا اللون اللي احنا محتاجينه، هو ده اللون اللي احنا عايزينه. دلوقتي هجيب حاجة واحطها على النار واحط فيها لتر من المية. اللتر من المية ده هنحط له كوباية من الشعير بتاعنا. دلوقتي انا الشعير بتاعي هقدر اغسله، انا كده خدت كوباية من الشعير وغسلتها، وهنزل عليهم اللي هو اللتر من المية، هسيبهم يغلوا على النار لمدة نص ساعة. ليه نص ساعة بس؟ لان بعد النص ساعة، بعد ما نزلهم وارفعهم من على النار، هسيبهم في المية دي يتنقعوا لمدة ساعتين. اهم حاجة الشعير بتاعي، مشروب الشعير يكون مفيد، ان انا اسيبه منقوع في المية. اهو شكل الشعير بقى بالشكل ده وباللون اللي انتوا شايفينه ده، بعد ما خد نص ساعة بالظبط على النار، هنسيبه زي ما قلنا ساعتين في المية دي منقوع كده فيها، وهيبقى جاهز ان هو ينشرب، وان شاء الله بفضل ربنا يكون فيه الشفاء. ادي الشعير بتاعنا بعد ما سيبناه ساعتين في المية منقوع، المية اللي غليناه فيها وبعدين صفيناه بشكله كده زي ما انتوا شايفين. دلوقتي نقدر نحفظه، نقدر نشرب منه في اي وقت. ممكن كمان حتى لو انت عطشانه، ممكن مش هقولك استغنى عن الميه وكده، ممكن يعني ايه يساعد معاكي، وان شاء الله ربنا يجعل فيه الشفاء. لو انت بقى ما بتحبيش طعمه، او انت حاسه ان طعمه مش حلو او مش مستساغه معاكي، ممكن تضيفي له منقوع النعناع، ممكن تضيفي له كمان
مياه غازية زي سيفن اب، سبرايت، اي حاجة انت بتفضليها، بس اهم حاجة تكون كده مياه غازية. ايه يا دي، دي تضيفيها كده ويكون برضو عايزة تضيفي له نسبة سكر بسيطة، تضيفيها له كمان، مش هتأثر عليه ولا على مفعوله ان شاء الله بإذن ربنا. ممكن تشربي في حالة ان هو ممكن يكون ساقع او ممكن يكون دافي، برضو الحالتين دول مش هيأثروا على مفعوله. وان شاء الله يا رب يكون الفيديو فيه الافادة ويكون عجبكم. ما تنسوش بقى في نهاية الفيديو تشتركوا في قناتي لو اول مرة تشوفوني، قناة مطبخ نورة بنت العمدة، وتفعلوا الجرس علشان يوصلكم مني كل جديد، ولكم مني جزيل الشكر.